راتب الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور وهو الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا. يا لطيف يا
خبير. يا لطيفا لم يزل اطب بنا بما نزل، انك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل اطب بنا بما نزل، انك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل اطب بنا بما نزل، انك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين. لا إله إلا الله، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، 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 اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله، 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، يا الله بها، يا الله بها، يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة،
يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحزن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبير العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحبذك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا
شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في بلدك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبال عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحببنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الراتب الشهير للإمام عبد الله بن علوي الحداد الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا وبال
بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام ردنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صار الله شر المدين. أصلح الله أمور المسلمين صار الله شر المدين. أصلح الله أمور المسلمين صار الله شر المدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فاهد الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البهايا استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البهايا استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البهايا استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البهايا استغفر الله من الخطايا والذنوب. لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
وشرف وكرم ومجد وأعظم، ورضي الله تعالى على لبيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كلام. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد قراءة الفاتحة ترفع يديك وتدعو بما تشاء، ثم تقول: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ
نعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وقل لنا حيثكنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وقل لنا حيثكنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وقل لنا حيثكنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم افضل ما جزى نبيا عن امته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. كارما بعد العشاء، بعد اتمام صلاه العشاء تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان من تعزز بالعظمة، سبحان من تردى بالكبرياء، سبحان من احتجب بالنور، سبحان من تفرد بالوحدانية، سبحان من قهر عباده بالموت، سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك يا علي يا عظيم. ثم تقول: سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة. ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم ترفع يديك للدعاء وتقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك، أو يشغلني عن طاعتك، أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد ورب شاهد ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد ورب شاهد ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له إنا واحد ورب شاهد ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنا واحد ورب شاهد ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل أحد ونفس عدد ما وسعه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل أحد ونفس عدد ما وسعه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الله أكبر 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عن خلقه ولما نفسه ولذات عرشه ومداد كلماته. ثم تقرأ الفاتحة بنية قبول الصلاة والدعاء. ثم تقرأ ورد الإمام أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتط بدرب الله طوله ما شاء الله جهله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة في مدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل بدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساد عرش الله إلى داعي أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوفقهم من الرجل إلى الرأس لا في سائر يقطع ولا في كفل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم تقرأ ورد الإمام النووي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى
أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم. ألبي ألبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما قال ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت لحافتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من قلبي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيطكم بي وبهم ولما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكرمك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المنصورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تنفث من غير بسق عن يمينك ثلاثا وعن شمالك ثلاثا ومن أمامك ثلاثا
ومن خلفك ثلاث، ثم تقول: خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أغفال واثقتي بالله، مفاتيح ولا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق ما قدر بالخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، برفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كهف الله، تكفأت سيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخلت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مقروب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غائب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم تأتي بسبعين مرة من حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تأتي بإحدى عشر مرة من وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ولا تنسى قراءة سورة تبارك وكونها في بعدية العشاء أولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فزحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور،
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم ولا تنس آداب وأدعية النوم انتهى الشريط الرابع ويليه الشريط الخاص بأذكار ليلة الجمعة ويومها بسم الله الرحمن الرحيم مختارات مما جاء في فضائل ليلة الجمعة ويومها خرج الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة غفر له وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من نورها بين الجمعتين رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد الراوي في روايته: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وخرج أبو يعلى بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة وليلة الجمعة 24 ساعة، ليس فيها ساعة إلا ولله فيها 600,000 عتيق من النار. زاد بعض الرواة: كلهم قد استوجب النار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة. رواه أحمد بإسناد حسن. وخرج الطبراني بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار.
وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وابن حبان. وخرج أبو يعلى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يفترقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. وروى الطبراني بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.